جميعا متابعينا ومتابعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة المميزة والخاصة يعني من برنامجنا رمضان مع بشارات. يسعد مساكم، إن شاء الله إنه يكون إفطار هنيء وإن شاء الله الصيام مقبول وذنب مغفور بإذن الله رب العالمين. هذه الحلقة المميزة أيها الكرام والهامة جدا، يعني هذه الحلقة التي اليوم نتواصل فيها معكم في هذا البث المباشر، ولدائما كما يعني بوصيكم انه بعد اذنكم تعملوا شير لهالحلقه. زي ما انتم شايفين دائما انا بحاول ارسل رسائل للاصدقاء والاحبه حتى نشير الحلقه تصل اكبر عدد ممكن. حلقه مميزه وابداعيه وهامه جدا، وضيفها ضيف خاص دكتور اكرم سعاده الصديق والاخ والحبيب. اليوم حديثنا سيكون حديث يعني كما يقال ذو شجون، لانه في النهايه سنتحدث اليوم عن قضايا هامة جداً تخص الوالدين في القضايا التربوية. رمضان يا جماعة الخير جميل، وإحنا الآن قطعنا العشرة الأولى من هذا الشهر وإحنا في منطقة أوسطه. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول إن شاء الله رب العالمين والرحمات. هذا الشهر العزيز والعظيم اللي دائماً كما نقول دائماً فرصة وشهر حصري لنا أن ندخل به الجنة، فأسأل الله لي ولكم أن ندخل الجنة ويتقبلنا الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، هذه الحلقة الهامة واللي زي ما بقول دائما حلقة مش عادية راح تكون مع ضيف مش عادي، الدكتور أكرم سعادة. دكتور أكرم سعادة يا جماعة الخير هو طبيب أطفال، هو اختصاصي مميز ومنور بجنن وما أحلاه، حبيب قلبي وأخي وصديقي وحبيب القلب. دكتور أكرم يسعد مساك وكل عام بخير، خلي إياك يسعد مساك ومسا كل المشاهدين ورمضان كريم يا رب. الله يخلي إياك يا جماعة الخير. الدكتور أكرم مش واحد عادي عشان تكونوا عارفين، يعني هو الأكثر متابعة في فلسطين، ورجل يعني طبيب أطفال وخصوصا اختصاص الخدج، واشتغل في العمل الإداري فكان مدير مستشفى سابقا، وله عديد من البرامج التربوية والتوعوية في المجال رعاية الأطفال، في المجال الصحي، في المجال التربوي والسلوكي. واليوم يا جماعة الخير حديثنا راح يكون شوي في صمت خفيف، احنا متعودين ما نشد شوي عليكم، لكن اليوم راح نحكي من القلوب، راح نحكي يعني من قلب أب وأب لآباء، ونحكي لهم يا جماعة الخير مهم كثير نركز على موضوع الأخطاء التربوية الذي يقع فيها الآباء. بجوز أنا ويانا شدنا جدا، وكان برنامج إلنا ويا اسمه المستشار، كمان دكتور أكرم عمل عدة برامج من بينها عيادة الأطفال، برامج على مستوى الفضائيات وكثير من السوشيال ميديا اللي بيقدمها بصراحة، وكلياتنا ننادي، وهو أكثر الناس الله يزيل خير وبارك في عمره، بالنادي أنه نحتاج أن نحسن تربية أبنائنا. ليه؟ لأنه بالنهاية جماعة خير الاستثمار الحقيقي هو في أولادنا، وهي نقطة مهمة جدا نركز عليها مع بعض، لأنه إذا أحسننا هذا الاستثمار يعود علينا. فالدكتور أكرم كل عام وأنتم بخير مرة ثانية، خلي لي إياك، أنا سعيد جدا مع وجودك معي. أنت أخ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، أحلى جار أول شيء، خلي لي إياك، الله يحفظك يا ربي، الله يكرمك. دكتور أكرم بتعرف إحنا رمضان وضع كورن، يعني بتعرف زمن الكورونا يعني فرض علينا ممكن سلوكيات، فرض علينا نعرف أولادنا بطريقة مختلفة شوي، وخلى الأهل بصراحة شئنا أم أبينا مضغوطين، ظروف اقتصادية ووضع كورن ورمضان، وأصلا البيات أغلبهم برمضان كانوا يغلبوا الدنيا. قديش مهم اليوم
نوعي الآباء قبل ما نروح نصمت الآباء، قصدي مش رح نشد كثير عليهم احنا اليوم، نوعيهم في جانب انهم يعرفوا اولادهم، لانه اكيد الواحد اليوم لما قعد في البيت فترة شهرين او اكثر عرف الاشياء عن اولاده ما كانش منتبه لها، او شاف سلوكيات ما كانش موجودة، او حتى اولاده تعرفوا على ابوهم، لانه مرات الاب اكثر واحد بيكون غائب عن البيت، ممكن اكثر من الام. دكتور تمام، يعني احنا اول شيء دائما بنحكي تربيه الاولاد فن، تمام، وهذا الفن لازم نتعرف عليه عن كثب ونعرف اللي بدنا نتفنن فيه. انا لو بدي ارسم لوحه اذا مش فاهم للالوان وفاهم لطبيعه اللوحه اللي بدي ارسمها ما راح تطلع، راح تطلع خربوشي معي. فبالتالي احنا اول شيء هذا مهم جدا زي ما تفضلت انه نعرف اولادنا. احنا مع الاسف الشديد انه كثير اباء يعني ما بيعرف اولاده، وكثير من الناس احنا بهمش يعني يتحملونا زي ما قلت، احنا بنحكي لمصلحتهم. كثير من الناس بقول لك انا احسن اب وانا احسن اب وانا بعرف اولاده، هو بعرفش اصحاب اولاده مين، تخيل بعرفش اسمائهم. بتصير معانا كثير. هلا اساله شو اللون اللي بحبه ابنك، ما بعرف. شو الشغله اللي بكرهها ابنك، ما بعرف. مشان هيك هو لما بتصرف مع اولاده ممكن يكون بجرحهم، ممكن يكون بخطئ في تربيتهم، ما بعرف شو اللازم من شو اللازم، لانه ما بيعرف اولاده. فمشان هيك زي ما تفضلت احنا الفن اصلا في حياتنا بشكل عام انه اي ازمه ممكن نقلبها بدال سلبيه تكون لايجابيه. يعني تخيل احنا نحكي عن ازمه هالكورونا، هلا مزبوط احنا ضغط نفسي، ازمه اقتصاديه، خوف، رعب، يعني كثير فيها سلبيات، الا انه ايجابيتها الكبيره انه كثير كلنا نحكي والله اخ لو صح لي وقت بدي اعمل الشغله الفلانيه، اخ لو صح لي وقت بدي ارتاح. ما كنا نرتاح، ما كان عندنا وقت اصلا انه نعمل إشي، سواء بسبب ضغوط الحياه او بسبب الطشات اللي بعض الاباء مع الاسف بينتهجها. كثير من الناس بيشتغل 6 ساعات 8 ساعات وباكل وقت بروح بنام وبروح على القهوه او بروح مع اصحابه، او ناس مثلا ممكن حتى الله يعطي العافيه بيشتغل شغله ثانيه. فبالتالي هل هذا الوقت اللي احنا ربنا اعطانا اياه، احنا بدناش نفرض انه هو يعني هو ابتلاء صحيح، بس بالاخر ربنا اعطانا وقت نستغله صح. يا أخي أنا كثير مثلاً كنت بدي وقت أكتب، كثير بدي وقت مثلاً أقلب شغلة، بدي أطلع في برنامج، بدي أكتب لبرنامج، كنت كيف أحساب جهدي لما بدي أعمله. هلأ أنا صرت بعمله وأنا مرتاح وبعمل ضعفه. فبالتالي زي أولادنا كمان هون فرصة أنه نتعرف عليهم، وأفترض لك أنه معظم الآباء أخذوا فرصة كافية أنهم يقعدوا مع أولادهم. إحنا لما مع أولادنا خصوصاً الناس اللي محجورين عن جد، يعني مش الناس اللي ماضينها اصلا كزدره واللي عاملين حالهم لجان واللي عاملين حالهم اصلا هم مش فاضيين لاولادهم من اصله، الاول الناس اللي قعدوا مع اولادهم فعلا انه فرصه انه يتعرفوا على اولادهم. شوف خلينا احنا بتعرف الناس بحبوا الامثال العمليه يا اخي. صحيح. بتعرف يعني هسه انا مثلا من النوع اللي مثلا بخلص دوامي انا بروح وقتي لاسرتي. صدق انا يعني مثلا المكان اللي باخذش اسرتي عليه ما بدي اروح بيت اجر، مساله رسميه بدي اروح املاك شيء بس انه شيء رسمي وبكون واجب خلص. ولا هو انا معظم يعني معظم الاكتيفيتيز اللي بعملها فعليا مع عائلتي. انا بروح بقول بعد دوامي خلص هذا وقتي لعائلتي. مثلا انا حتى لو بدي اشتغل برد على الفيسبوك برد على التليفون، بس في الاخر انا من ضمن نطاق اسرتي بدي اروح مشوار، بحاول انه يكون هذا المشوار مع عائلتي. فبالتالي انا مشان اتعرف على اولادي، وانا من النوع اللي بعتبر حالي انه بعرف اولادي منيح. طيب انا مثلا في هاي الاجازه بتفاجئ مثلا باسل الله يخلي لك عمر، باسل 14 سنه بتفاجئ ولا هو فجأة الاخ صارت تثبت في راسه بده يصير طباخ هيك. بروح على الانترنت، والله بروح على الانترنت ومش عارف شو بتكاتله هو امه لانه تعرف خرب المجله ووسخ المجله ومش عارف شو. هلا في الاخر الشاب ولا هو بيطلع لك في اكله والله غير يذوقوها، بكون الواحد ميت من الخوف يذوقها ولا هي بتطلع شيء بجنن. صح بتزعج دكتور تضبلت مصاري منيح اليوم. بتعرف انا احيانا لا احيانا يعني نتكاتل احنا وياه، انت يعني ضيعت الموارد اللي عندنا وخسرتنا مثلا، وبتعرف خربت المجله ووسخت المطبخ. ولد لما بده يشتغل شغله يعني في الاخر شو بده يعمل في المطبخ؟ بس في الاخر شوف انت يعني عماله انت موهبه موجوده عند الولد، لا انت بكتشفها ولا هو مكتشفها. هلا اذا ما سنحت الفرصه له الى صار هو الولد بيكتشفها وانت هون دوره، يا اما انه بتقدر تتعامل معاه بصوره ايجابيه. يعني بالاخر انا بديش اياه يطلع طباخ، بس والله منيح عنده الولد موهبه في الشغله الفلانيه، مثلا بكره بساعد امه بساعد حاله بساعد زوجته في المستقبل، ليش لا. هلا هذه في يعني ناحيه بسيطه. انا بتذكر انه انت مره كنت يعني لا زالت يعني تركع في راسي بجوز هذا البرنامج من 10 سنين اللي على فضائيه على اذاعه النجاح مع معاذ الله يجزيه الخير، كنت تحكي انه ولد بكسر في سيارة، مات فيه خليه يكسرها،
هذا اللي بكسر السيارة عماله بفكفك فيها، هو مش كسرها، بكرة بجوز يصير هذا ميكانيكي، بجوز يصير بكرة إحنا يعني في الآخر لو بدنا نتطور ممكن يساعد في صناعة سيارة، ممكن أحط آلية لإشي لجهاز معين، لأنه هذا ولد قاعد بيكتشف. تخيل على مستوى ولد قاعد بكسر في لعبة حقها مصاري، إحنا بدنا نستغلها بشكل إيجابي. فهون إحنا رسالتنا للآباء، أول إشي بدنا نعرف أولادنا، يعني فعلياً في مواهب موجودة عند أولادنا ممكن إحنا مش مكتشفينها، ممكن هم مش مكتشفينها، لأنه ما فيش مجال. يعني إحنا عمالنا حياتنا الأولاد على الجوال، أبوهم طاش أمهم بتشتغل، وهي يعني مع الأسف الشديد إنه هذا حال معظم الأسر والأمهات والآباء، اللي بقول لك إحنا أحسن أم وأحسن أب لأنهم جابوا جوال لابنهم، لأنهم معطين ابنهم كل الحاجيات المادية، إلا إنه الأطفال محرومين من كثير شغلات من ضمنها حنان الأم والأب الغير مباشر. يعني أنا الشغلة مش أنه بحب ابني وآجي والله بس ابني، يا عم أنا أحسن إشي نعطيه لأولادنا الوقت، مش المصاري. عيدة يا دكتور، عيدة مهمة كتير. أحسن إشي نعطيه لأولادنا الوقت، أما ما تقول لي أنا والله عيوني لأولادي وإنت مش فاضي لهم تقعد معاهم ساعة. تعرف القصة القصة اللي ولد بيجي بحكي لأبوه بابا أعطيني دينار أعطيني دينار، أبوه بضل ينهر وشو قصته يعني هذا الولد شو أعطيني الدينار؟ في الآخر بصف الولد إنه بسأل أبوه بقوله كديش يوميتك؟ بقوله 10 دنانير. فالولد بجمع في 10 دنانير مشان يحكي لأبوه أنا بدي أعطيك إياهم وأقعد معي هاليوم. شوف الولد بفكر، شوف الولد، هالقصة مشهورة بعرفوها الكل يعني إجمالا. شوف أنت الولد شو قاعد بفكر، إنه هو بده أبوه يقعد معاه. هلا الحنان مش امسح على راس الولد وانا ماشي، ولا احضنه وانا ماشي وخلص سلامتك من الشر، لا يا عمي، احنا بدنا نعمل نشاطات اللي نكون قراب من اولادنا ونفهم اولادنا. وهاي الجائحه او احنا الازمه بالمناسبه ما خلصت صح، وهلا صح. احنا الاصل انه هسه احنا خصوصا مثلا في شهر رمضان المبارك، بعد رمضان نعرف شو بصير، بس احنا مثلا في فلسطين وفي ناس في برا فلسطين حتى عندهم حجر اكثر من عندنا، وممكن اللي بشوفونا هلا حتى من برا فلسطين. بالمجمل احنا هسه عندنا مثلا احنا بعد المغرب ممنوع حدا يطلع من الدار، مزبوط؟ فعليا وفعليا معظم الناس يعني بالليل لانه صار يطلعوا بالنهار ملتزمين بيوتهم. طب انا عندي وقت، والناس اللي بتسهر للسحور انا عندي وقت 8 ساعات، هذا الوقت بدي اقضيه مع اولادي. هلا احنا يعني شوف قديش بتاثر في الاولاد، انا لما اجي اصلي جماعه في اولادي في البيت، يعني احنا مش كنا مثلا احنا كنا نصلي احنا وياك في المسجد، نطلع احنا اولادنا ونصلي. هلا طيب احنا سكرت المساجد، سكرت الصلاه، اذا احنا قعدنا كل واحد على مسلسل وعلى الجوال وعلى مش عارف شو نتسولف، معناها الصلاه بس انه بطلت عباده، صارت مجرد حادث ومجرد استعراض. طب انا لما جيت انا كل يوم يلا اذان تفضلوا يا شباب على الوضوء، يلا بدنا نصلي جماعه، صلينا التراويح اتفقنا بدنا نصلي حسب مقدرتنا، اليوم والله تعبانين بنصلي 4 ركعات فيها عذر، كل يوم 8 واهله مجره. شوف انت شغله بسيطه احنا كيف عملنا فيها كينونه للولد. هذا الولد عمره ما بترك صلاه التراويح، مش سهل يترك الصلاه، صار متمسك في الصلاه لانه الصلاه بطلت مربوطه في طقوس معينه، الصلاه هي هون فروسنا، فالصلاه هاي عبادتنا هون. فتخيل احنا كثير امور بامكاننا نعملها مع اولادنا واحنا موجودين في البيوت اللي اصلا كنا محرومين منها، وبكره راح نرجع لوضعنا الطبيعي ان شاء الله، بدناش نرجع كمان مره انه نبعد عن اولادنا. صح دكتور اكرم، احنا الناس مرات ما بتبين بين يعني في سؤالك سريع، نبيل شهر بيسلم عليك وكثير من الناس بيسلموا عليك، بس نبيل بقول لك طيب بعد اذنك، هاي التجربه الطويله، تعرف انت نبيل ما انت بين الاباء والابناء، في اباء لسه ما تعرف على اولادهم شو بنحكي لهم، هذول لازم نقول لهم. بس دكتور يعني الناس مرات والله مشكله، صح يعني والله مشكله لما يعني تخيل انت اب بصفي، احنا بتعرف شو كثير هلا كثير من الناس، انا مش هيك ربي، لما بتوقع المصيبه يعني مثلا بيجي يصير عنده طفل مراهق، بشوف كثير حالات يعني وين ما كانوا هاي الناس بشوفوها، طفل عنده ولد عمره 14-15 سنة على 12 على واحدة في الليل تايفوت البيت، بكون في الحارة مع أصحابه ومش عارف شو مصايب، والناس حتى لما بتشكي له بطل حدا يستجري يشكي لحدا، المشكلة لأنه ردة فعل الناس صارت سيئة، فبالتالي أنت ممكن ابن جارك تشوفه عماله يعني بنهار ومش مستجري تحكي لأبوه، لأنه ردة أبوه راح تكون سيئة ردة فعله. فبالتالي كثير احنا هاي بنسمعها انه الولد صار مثلا يشرب مخدرات، بعدين شو بيجي الاب بحكي له بكل بساطه او امه الله يسلمها، انا مش هيك ربيتك، والله ما هيك ربيتك، انت ربيته من اصله لتربيه هيك ولا مش هيك؟ ما انت ما ربيته، انت فعليا تاركه للجوال، تاركه لصاحبه اللي يربيه، تاركه للجينار اللي ربوه، اخر واحد ربيه انت، يعني انت المفروض تقعد مع ابنك، اعتبره ابنك شغل، يعني انت بتقعد في شغلك 8 ساعات بدك تعطي لابنك 8 ساعات، هو هيك التربيه الصح،
فعليا. هلا الثمان ساعات هذول مش شرط انه تقعد انت فيس تو فيس. هلا هو لما بتيجي بتقول له بابا روح ادرس وهيني انا بدي ارجع اسمع لك او امك تسمع لك او حسب ظروف الاسره، هلا هذا كانك انت قاعد معه لانك انت عمالك تعطيه توجيهات. لما بتحكي له روح اعمل الواجب الفلاني وكذا كذا، او تعطيه مثلا ايه قران تقول روح احفظها مثلا يقعد فيها ساعه، في الاخر انت شو كانك معه. فهلا هذا جزء من الوقت اللي فعلا انت بتقضيه معه. فاحنا بنرجع لمساله الوقت، اذا ما اعطينا اولادنا من وقتنا ما راح نعرفهم ولا نعتبر حالنا بنربيهم. فانت بدك تعطي معظم وقتك لاولادك لانه هذول هم المشروع اللي بدنا نستثمر فيه. انا ما بدي استثمر لهم، مش هاي مقولتك الشهيره؟ ما تستثمر لهم، استثمر فيهم. انا معي مصاري والله انا بعلمهم فيهن بدل ما اجي احوش لهم مصاري اعطيهم مصاري. فبالتالي انت لما تستثمر في اولادك هون الصح، ولا تستثمر في اولادك بدك تعرف شو تستثمر. انا طبيب، انا مش مستعد اجبر ابني يطلع دكتور لانه انا شايف انه دكتور انه الدكتوره منيحه. هلا بالاخر طب انا احيانا كثير من الشباب خصوصا في المرحله الفاصله بين التوجيه والجامعه الاهل نفسهم يصير مهندس يصير دكتور محامي اللي هو. هلا في الاخر بكون خلص هم حاطين هيك، انت عارف شو بده ابنك؟ الصبي بكون يصيح يقول يا جماعه الخير بحبهاش انا. هسا امتى بتوقع الفاس بالراس؟ بس يدخل في المشروع ويفشل، يصير يقول له يا ريتنا. هلا هل يا ترى لو كانوا هذول الجماعه بيعرفوا ابنهم مش كانت تجربه قبل اوانها اداركوها؟ بس هم اصلا مش قاعدين مع ابنهم ولا عارفين ابنهم، وبيضلهم ياملوا في حالهم لا بكره بس تساوي وبتصير. زي اللي بتجوز وحده بحبهاش بتجوز ابنك وحده ما بحبها وبتصير تقول لا بكره بتعودوا على بعض، يعني هو مش حابها. في الاخر نفس الشيء، اي تخصص بده يدخله بكره ما هو مش حابه الولد بس راح يطلعوا يغض تخصص ثاني. هلا انت مش فاهم عليه ليش؟ لانك مش قاعد معه. بس انت لما تيجي تقعد مع الولد ساعات وساعات راح تدرك انه المشروع هذا راح يفشل قبل ما تدخل فيه. فبالتالي هون بتوقع التربيه. نرجع لمسألة الوقت لتعرف أولادك وتعرف تربي أولادك، بدك تقضي معاهم وقت جيد. طيب دكتور أنت أشرت لنقطة مهمة جدا وبدي يعني نحكي فيها ضروري. أول حاجة إحنا بدنا نقول للناس يا جماعة الخير في فرق بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة. ربنا قال وأقيموا الصلاة، ما قالش وأدوا الصلاة. الناس للأسف بتفكر الصلاة أني أعمل حركات، هذا أداء. إقامة الصلاة أمر تماما مختلف، فلازم نفهمه هذا البعد التربوي اللي تفضلت فيه. الفرق الثاني وهو الأخطر دكتور بين الرعاية وبين التربية. الرعاية الناس دائما يقول لك أنا ابني، ما هي الرعاية إنك طعمي وتسقيه، وبعض الآباء بفكر لما بطعمي ابني وبسقيه وبسقي شربه أنا ربيته، وهذا فرق شاسع كما تفضلت لأنه في النهاية في تربية. تماما مختلف يعني. اعتنيت فيه، هاي اعتنيت فيه. يعني أعطي لأي واحد أنت، يعني عمالك أقول لك أي طفل مثلا مالوش حدا، اي واحد بيعطيه يعني بتعطيه الاكل وبتعطيه الشرب، هاي اسمها اعتنيت فيه ما ربيته 100% 100%. طيب دكتور قديش مهم اليوم انه يكون في دور بين يعني خلينا نقول في حمل مع الام والاب، لانه احنا نحكي بصراحه وهذا اللي بتحكيه سندس وبحكوا اكثر من حدا انه اغلب دور التربيه بيكون على الام، اغلب دور التربيه بيكون على الام. واريج عمران بتقول لك انه لازم احنا نعطي وقت تسجيل لكلامك، لازم نعطي اليوم وقت لاولادنا مشان بكره يعطونا وقت لما احنا نكبر. بس انا بدي اقول مهمه انه مش بس الام اللي بتربي، بنعرف احنا بصراحه يعني بالعاده انه الام اللي بتحمل الاعباء بالاغلب والازواج يا ماد جري يا داير ظهره، مو في النهايه او شارد اليوم فيش شرود فيش شهوه يطلع فيها، مو حجر اليوم يعني هاي من عامل كورونا انه يقعد بالدار، بس ان شاء الله يكون قاعده كويسه يعني في النهايه. وهم احيانا بكرفهم حيشته كمان. هسه الفكره هي ليش الحمل على الام عندنا؟ هو في المجتمع العربي ككل، على فكره في المجتمع العربي ككل مش بس عندنا، يعني من اقصاها لاقصاها. وليش ليش التربيه على الام؟ لانه واحد من الثنتين، يا اما بسبب غياب الاب او بسبب غياب الاب وهو موجود، يعني موجود ومش موجود، يعني صح. هو موجود ما ماسك جواله او موجود على التلفزيون او هو بيحكي مع حدا وعايش حياته مش موجود بينهم، يعني لدرجه انه بيجوا هلا الاباء احنا يعني رح نحكي لهم كيف هم يقيموا علاقتهم مع اولادهم، بس اجمالا هسه هم اللي بسمعونا يركزوا في اللي بنحكيه مشان يفهم هو مدى علاقته مع ابنه. يعني تخيل انت لما بيجي ابني يسالني سؤال اقول له روح اسال امك، بابا بدي الشغله الفلانيه روح اقول لامك، في الاخر هو اصلا ببطل يسالك بروح اقول لامه. حتى لما بده مصاري المصاري مصدرهن الاب عاده، مزبوط؟ مش مصيبة لما يروح يقول لأمه بدي مصاري وأمه تقول بده مصاري وأعطيه مصاري وتعطيه، ليه؟ هلأ في الآخر التربية تشاركية. فهون بدي أحكي عن نقطتين مهمة. هلأ إحنا وجود الأب لازم هو اللي يكون مربي والأم اللي تساعده، يعني الله. هو اللي لازم يربي بالأصل، لأنه في الآخر إحنا الإمايات عندنا شوي حنايا. هلأ دورهم الأكبر
بس بشكل او باخر. هلا احنا بتعرف كيف الامهات دائما يهددوا ويوعدوا، وحتى لما تنحشر راح احكي لابوك، مزبوط؟ هلا في الاخر معناها ابوه الاساس. هلا في التربيه الاصل يكون الاب اللي يشيل، احنا ما بنحكي انه احسن من الام يعني مشان يفهمونا صح، انه هو اللي لازم يشيل الحمل الاكبر في التربيه. هلا الام اللي بتربي مزبوط، بس الاب لازم يشيل الحمل الاكبر. فمجرد وجود الاب هو اللي لازم يسيطر على العيله، هو اللي لازم انه يقول له روح ادرس، انه هو اللي يعطي الاوامر. هلا انا لما بدي اصلي في اولادي يلا بكم تقوموا تصلوا، ما في داعي انه امهم اللي تقول لهم قوموا صلوا. حتى لما بدي افرض عليهم واجبات، لما كذا كذا، هلا ممكن امك تسمع لك، ممكن انا اسمع لك، بس احنا بنتشارك يعني. مش حلو. ما ترمي الحمل، بتعرف حتى الناس اللي ما عندها مقدرة أو شيء، يعني لو بشيء بسيط شارك، يعني حتى في مسألة الدراسة هاي، يعني مثلا أنا طبيب، ممكن مرة تمشي كثير في الإنجليزي أو في العلوم، لا أنا بدرسي أولادي هاي المادة، هلأ هم أشعرتهم أنا بقربي إلهم، هلأ رغم إنها ممكن هي بتدرسهم الحمل الأكبر، بس صح. أنا بدرسهم وبدرسهم، هلأ هو لما يحكي بحكي بابا وماما اللي بدرسوني، هلأ أنا كسبت إنه علاقتي مع أولادي، وفي الآخر كسبت إنه ثبت لأولادي. هلا كثير الامهات عاده بتعرف يعني الامهات بالعاطفه، فمن ناحيه العقوبه ما راح يقدروا يعاقبوا. كثير من الامهات تتهدد وتودع، والله قطعك ونتفك واجرم فيك ولحمك، في الاخر شو عملت؟ فمشان هيك الاولاد ما بيحسبوا لها حساب، لانه بيعرفوا انه راح تحن عليهم. هلا العب الاب قد ما كان حازم، قد ما كان حنون، بيحزن. يعني انا من النوع اللي اذا نطقت في عقوبه لاولادي بدها تطبق، وهم عارفين هالحكي. لو شو ما صار يعني حلو. بدي اطبق احكي لك، حتى لو انا شعرت حالي غلطان لا بدي اطبقها. هلا في الاخر ما هو انا مش يعني عقوبه يعني برضه يعني صح. مش قاسم ظهورهم يعني شو عقوبه؟ ممنوع تمسك الجوال اليوم، مش 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 ممنوع توكل يعني في الاخر، حتى العقوبات ممنوع تتفرج على التلفزيون، ممنوع تروح على المشوار الفلاني، يعني هي عقوبات نحن اللي بنحطها منطقيه. فاحكي لك حتى لو شعرت حالي غلطان يعني شو ما تفرجش على الجوال اليوم، بس انا زرعت فيه انه العقوبه هاي مش انت مجرد تهديد، لانك انت بكره راح تدخل على حياه على وظيفة على جامعة على كذا، اللي بيهددك رح يطبق. لما بحكي لك مدرس رح أرسبك، برسبك لأنه مش أبوك ولا شفكان عليك. هاي النقطة. النقطة الثانية إنه إحنا يعني إذا بدكش تربي شكراً إلك، بس تكسرش الأم. يعني هاي خطيرة. يعني إحنا في الآخر كثير من الآباء هسا هو موجود حضرته، لما حن في باله ابنه أجا شكاله على أمه بصير ما تصيبيهوش ما تحكيش معاه، هذا الغالي هذا العزيز. يا حبيبي شو اللي عملنا احنا؟ بس كسرنا الام، وانت حابك ابنك مش حابك عمي، ما راح يحبك. ما هو كثير بفكروا انه بهذا الاسلوب هذا انه راح يحبه هذا الولد اليوم بحبك في الموقف، بس لما يصير يحلل في المعلومات اللي خزنها ما راح يحبك. هو بيعرف انك انت بهدلت امه ورميت على امه. فبالتالي احنا اذا الام هي حكت بدها تعمل شغله تعملها، ما بصير انت تتدخل. يعني انت هون الجهد اللي تبذله انك تسكت ويخلف عليك، ما بصير تكسر الام. يعني في هيك امور حتى انت بدك تعمل هيبه للام. انا بحكي عن المشاكل مع الاولاد مش المشاكل بين الزوجين، يعني حتى المشاكل بين الزوجين ما بصير اذا الام هي اللي بتربي الاولاد. انت اذا بده يدخل الزوج عدم المؤاخذه يبهدلها او لا قدر الله يمد ايده عليها مثلا، بتعرف في ناس السيئين كثار في الاخر وارد. هلا هذا الولد كيف يحترمها؟ كيف يسمع كلمتها؟ هو ممكن بكره يمد ايده عليها. ويا ما ناس مثلا اذا امه مثلا بدها تمد ايدها عليه، بدها تضرب، بدها تساوي، يمسك ايدها يقول لها انا بنضربش، انا مش عارف شو، انا زلمه، محترم لانه الزلمه عماله بضرب. فهي الرجوله بالنسبه له. فتخيل انت يعني احنا هو الاب هنا صار مش حتى بربيش، هو عماله بربي بشكل سلبي. يعني زي ما بيحكوا يركز باروته احسن. يركزها يركزها. احنا قديش بنعرف اباء، احنا قديش بنعرف اباء في حياتنا اللي بنشوفه بشكل يومي، بنحكي عن اهلنا اقاربنا الناس اللي بنتعامل معهم، انه اذا قعد على هالكنبايه حضرته ومسك لها الجوال بده يتابع الجزيره ولا بده يتابع شيء معين، هات حدا يستجري يحكي في الدار، ولا حدا يستجري يحكي حط لنا على المسلسل الفلاني ولا على الماده الفلانيه ولا على شيء. هلا هذا مش هيك الشغل يا عمي. هلا الشغل احنا خذ واعطي. هلا انت بتعرف شو متعه انك انت مثلا تيجي تقعد تحضر مع اولادك شيء انت مش حابه؟ يعني هذا انا بعملها بشكل دوري. يعني مثلا في الحجر لما كنا محجورين، احنا الحجر الرئيسي حتى قبل، احنا اجت فتره ما نداوم بالعيادات، احنا كل يوم مثلا عندنا ساعتين هذول بس بدنا نتفرج على التلفزيون مع بعض، ارموا هالجوالات، مش انا اللي بدي اختار، انتوا كل يوم واحد بيختار شيء ويختاروا شيء انا ما بحبه. يعني بقعد بنسجم معاهم مبسوط معاهم وبنتناقش وكذا وبنحكي، وإلا ما نستفيد معلومة. أنت في الآخر يعني حتى برامج الأطفال لما تشجعهم يختاروا إشي معين في شوية ثقافة ويسألوه،
بيسالني بعرف ايش انا، هاي بتاعت جوجلها انا وياك بابا، او انت جوجلها او واحد منكم يجوجلها ويشوف وبنقرر انه احنا اذا هذا الحكي صح او غلط. وهنا كمان انا يعني بدعو الاباء انهم يعلموا الاولاد شغله مهمه جدا، وحتى الامهات، مش كل شيء بتقراه صح، مش كل شيء بتشوفه يعني صح، عليك يعني عليك، مش كل بوست على الفيسبوك يا عمي هذا هو دستور. يعني تصير يعني انا طبيب باجي بحكي معلومه، لا انا قرات كذا على الفيسبوك، وين قراتها يا حج؟ ما انت وين شفتها؟ يعني هلا في الاخر شو اللي قرات؟ طب انا دكتور انت بتناقش فيي هسه. يعني في الاخر احنا كثير بنشوف معلومات، يعني مثلا هسه يجي يقول لك والله مثلا احنا معروف مثلا نابلس نقول 200,000، تعال اقرا لك خبر انه والله لقد تقدم 500,000 من نابلس لكذا، بتصير شيرات يا جماعه احنا 200,000، منين اجوا 500؟ كلنا 200 هلا، يعني منين جبتوهم؟ بركه بركه يا دكتور. يعني حتى من ناحيه احنا ندير بالنا على اولادنا انه كيف يحصلوا على المعلومه، مش كل شيء يقراوا. انا هاي بحاول ازرعها في الاولاد كثير، وهاي قاعدتنا معاهم بتخلينا نتعرف كيف بيفكروا الاولاد. بيجي بحكي لك بابا لا ما هي انا قراته، بصير يجيب لك اثبات وقراتها. هسه لما بتصير تناقش فيه بمنطقيه انت مش تنهره يعني في الاخر. لما تصير تناقش فيه بمنطقيه، شوف انت شو زرعت في راسه، زرعت في راسه انه هو بامكانه يناقش، زرعت في راسه انه هو لازم يتحقق من المعلومه قبل ما انه يخزنها هون. يعني مش كل شيء بينقرا صح. انا مش اذا قلت واحد لواحد انه والله القمر هيو بعيد عنا 50 متر بده يصدقني، لا بده هو يميز. ففي الاخر احنا هاي بتعرف قديش احنا تعاملنا مع اولادنا بيعكس تربيتنا لهم وبيعكس مستقبلهم. دكتور اكرم، قصه وهي بتصير كثير، قصه تهديد الاميات في الاب وجعل الاب هو ذلك الرادع والمرعب والمخيف البعبع، يعني احنا بالنهايه والفيلم وين بيصير زي ما بتحكي كثير من الاخوه الموجودين بيقولوا انه الفيلم انه بيجي الاب وبتفصل الام فبيعملش شيء، يعني شدت طائره هددت فيه وافشل الموضوع. هذا التصرف خاطئ واحنا ما بننصحش فيه، واقول لك نصحنا ولا ما نصحنا هو مستمر، شكلها جيناتنا هيك يا اخي. الاجانب ما تعرف ما يعني بحسش انه عندهم هيك مشكله، بتقول له والله لما يجيبوك فش هاي خلص في جيناتنا شكلها. فاحنا يعني بندعو الامهات انهم يحاولوا يسيطروا على الموضوع، هي تتصرف ليش الاب في تطعيم له دكتور، هذا في تطعيم له، اذا في تطعيم له والله يا حبذا هذا ملكه، هذا الكورونا اسهل. يعني شوف في شغلات احنا السيدات او حتى الاباء عندنا في شغلات في جيناتنا هاي موجوده في روسنا، هاي خلص تعودنا عليها، التهديد والتوعيد وهلم جره وابوك والمسبات وهلم جره، شكله مش قادرين نطلع منها بطريقه فنيه. فاحنا يا ريت الام انه تقيم يا اخي احنا بتعرف شو اي مشروع يا اخي، بدي افتح لي انا دكاني، مش ولد، مين اهم ولد ولا الدكاني؟ في الاخر الولد هو الاستثمار الاكبر، بدي افتح لي دكاني، مش بعد شهر شهرين باجي بقيم بشوف شو اللي ربحت فيه شو اللي خسرت فيه. هذا الشيبس انا والله حسيت اني مش ربحان فيه كثير ببطل اجيبه، هذا والله بيسمم الناس قاعد والناس بتشكي منه بجيبوش، مش هيك؟ طب يا اخي احنا علاقتنا مع اولادنا مش الاصل كأم وكأب انه كل فتره نقيمها؟ طيب انت لما مره ومرتين وعشرة وعشرين ومية والف بتسبي على الولد ومش جايب فايده، بتحدد الولد في ابوه مش جايب فايده، بتحدد الولد انه بدك تعمل كذا ومش عامله، لايش الاستمراريه؟ يعني شو استفدنا منها؟ فاحنا خلينا بصير لك شو اعمل دكتور، دكتور اكرم بصير لك شو اعمل يا اخي، ما انا هاي سويت بتصير تعرف بتصير تحزون مش كل هاي تعمل دراما دراما تخش دراما في الموضوع، ما هي مش هيك الدنيا برضه. هلا في الاخر عندي هذا المشروع يا اخي، اسمع هلا في الشغل في الشغل نفسه، هلا الام نفسها الام اللي هي بتتعامل مع ابنها، خليها تروح مثلا تشتغل شغله معينه تزعل مديرها، مش هي بتصير تفكر انا ليش زعل منه وشو اللي سويته ولازم اعدل ولازم ولازم. تخيل انت هلا شو بالنسبه لابنها مديرها؟ nothing، صفر عشمل مضبوط، شغلها كله بالنسبه لابنها ولا شيء مضبوط. صح صح. وكثير سيدات بكون صدق بيشتغلوا مش لا شيء مادي للتسليم، بقول لك انا والله ما انا قاعده بدي اضيع وقتي وبدي اشتغل، بتكون كذا مهتمه في عملها وبتبحبش على كل شيء اللي يرضي مدراءها او اللي يرضي الشركه اللي بتشتغل فيها، بحيث انه ما تغلط ما تتعرض للطرد او ما تتعرض للملامه. طب تخيل انت هذا المشروع الكبير اللي امالك انت بتديري فيه اللي هو اولادك، واحنا بطل يعني عندنا يعني بنحكي عن جيل الامهات اللي هم شايفيننا هلا اكثر واحده عندها ولدين ثلاث مزبوط، يعني مش 10 يعني انت بامكانك تديريهم بطلت الموديلات قليل مثلا الموديلات الملامه فيهم، الملامه بكره اذا ابنك هذا عمل له عمله مش منيحه مثلا الولد حاد عن الطريق، او حتى اقول لك ما نجحش في مدرسته، ما هم قاعدين الولد اللي برسب في التوجيه او بيجيبش علامه في التوجيه امه بتقعد ما تطلعش من البيت شهر. فاحنا يعني هذا المشروع هو اللي يستحق التامل، هو اللي يستحق اني انا اضل اكرر في يعني اكرر في دراسه التجارب اللي عماله من الناس وتجاربي انا مع اولادي، بحيث اني اشوف اذا فعليا هذا هو مفيد ولا مش مفيد. اللي مش مفيد جميل بدي اتركه.
وما خاب من استشار. احنا يعني في الاخر يا اخي استشيروا، استشيري حدا اخبر منك، استشيري. يعني هلا الحمد لله احنا هاي علم التنميه البشريه كم سنه صار له عندنا احنا، يعني لو 12 13 سنه ممكن، يعني بدنا نحكي اخر 4 5 سنين صار متاح يوصلك غصب عنك. هلا انت صحيح، انت لما عمالك بتحكي بشكل يومي عماله بدخل كل بيت اجباري، يعني حتى مش مطلوب منها تسال، بطل مطلوب منها بس تتابع. مزبوط. هلا التابع نتابعه مش ننبسط على اللي بحكي، احنا في الاخر بدنا نروز في الاخر، مش كل شيء بحكيه انا صح، بس في الاخر انت بدك تشوف اللي حكينا، تشوف شو اللي بناسب اولادك على القليله. هذا الحكي احنا يعني هي زي بنسميها احنا برين ستورمينج، عصب ذهني، اللي هو يعني في الاخر انه انا ممكن يعني بتعرف احيانا انا بكون وانا بحكي تسترعي شغله على اولادي انا مش عاملها، او شغله لازم اعملها. تخيل انا وانا بحكي انا وياك مثلا، بتصير معانا كثير يعني. فتخيل اللي بيسمعه اصلا ما عنده هالمعلومات، لما يسمع هو يحاول يهتم فيها وهالمعلومات يحللها ويطبقها على اولاده بما يرى مناسب، مش باللي نشوفه احنا مناسب، لانه في الاخر بجوز اللي بنحكي احنا صالح لمجتمعنا مش صالح لمجتمع ثاني. بجوز احكي لك احنا بنحكي وبنغير، يعني احنا من خبرتنا هلا انا بحكي المعلومه الفلانيه اليوم، بكره هلا بحكي اضربوش الاولاد، بجوز بكره احكي لا والله اضربوهم، مش زمان كانوا يحكوا اضربوهم بعدين بطلنا مثلا نحكي عن شغلات مفصليه فمتغيره. فبالتالي بدنا نتعلم ونحلل ونشوف ونتعب بشان اولادنا، هذول المشروع الاستثماري الاهم. طيب دكتور اريج عمرها بتقول لك خففوا على الامهات، انت والدكتور اكرم مستلمين الامهات. طب احنا بنصوبهم، الله اكبر، احنا اليوم اصلا عمالنا بنقص في الاباء، احنا معاهم يعني. طيب موضوع قديش مهم اليوم واحنا قاعدين بالبيت زي ما تفضلت، واحنا بتعرف احنا بنحكي عن اخطاء يمارس الاباء، قصة الدكتور الصراخ بين قرنين ثور، إجعار اللي بنشوفه في تعرف احنا كل اغلبنا في نابلس عمارات، ممكن اخواننا في القرى او بعض المدن الثانيه ربنا فاتح عليهم زي اهلنا بالخليل، يعني نادر ما تجد لك عماره سكنيه قليل، بس احنا زي نابلس مليانه عمارات، رام الله مليانه عمارات، فانت من المنور تبدا سامع كل حاجه. يعني قديش خطير موضوع انه الصراخ اللي اليوم نستخدمه بكل شيء، يعني تعرف صياح بكل شيء، ما كان يستخدمه يعني حتى اني صايم بيحكوها بدفعش الاهالي عن جد. اللهم اني صايم مزبوط صحيح بهدلي، اللهم اني صايم امي اي مصري صايم. قديش خطيره اليوم على الجانب التربوي في علاقتنا مع اولادنا، لانه في ناس ما بتقول لك يعني عادي وما بتشوف انها بتجد بتعمل شيء بنسميه جروح نفسيه بتضل محفوره في اذهان اولادنا. دكتور المشكله هذول نفسهم الامهات اللي مثلا احنا عاده الصراخ يعني الاكثر للامهات مزبوط، هلا بدنا ندور على تزعل اريج تمام. هلا ما هو الله يسلمهم، هلا في الاخر احنا هذول الامهات اللي بيصرخوا نفسهم هم الامهات اللي بحطوا لك صوره قلب على الفيسبوك وملزق 20 لزقه انه عامل جروح. هلا الصرخه هاي او الاذى اللي اذاك فيه اختك امك حماتك من كلمه انت بتاذي فيها ابنك كل يوم وانت مش يعني، بس ليش؟ لانك انت معتبره انه هذا ابنك ملكك وانك بتحبي وبتخافي عليه فيحق لك ما يحق لغيرك. هلا احنا شوف هسا اجمالا هذا اول شيء، كل الدراسات القديمه والجديده اثبتت انه الضرب الصراخ البهدله المسبات نتائجها سلبيه، يعني عمرنا شفنا دراسه علميه يعني على مدى الازمان انه بتقول انه هذا بجيب فايده. يعني مثلا بجوز بدنا نقول شغله خلافيه ممكن انه والله الضرب الخفيف في المدارس كان يعلم الاولاد كانوا يخافوا، بدنا نقول اوكي رغم انه اثبتت فشلها، احنا بنقول مش مع الضرب تمام، بس حدا بقول انه البهدله بتجيب فايده لما تيجي تقول لواحد تاخذه ناشر يا حمار يا تيس يا حيوان يا مش عارف شو، واحيانا بيسموا لك مسميات اكبر من هيك بكثير، يعني صحيح. احنا ما بنقدرش نحكيها اصلا، يعني تخيل يكون واحد لاحق ابنه ولا ام لاحقه ابنها وتسوي ودعاوي ربنا يفكل فيك الله ياخذك هذا بجيب فايده، هذا معروف انه بجيبش فايده. بس احنا هلا بدنا نخاطب قلب الامهات قبل عقول. يا عمي هلا انا انت بتتصرف في تصرف انا بقول لك هذا التصرف خطا، هلا احنا كيف بدنا نعرف انه هذا التصرف خطا او لا؟ يعني مثلا جميل. انا بتجي انت احنا بدنا نسال الام سؤال بكل بساطه، انت ليه سبيت على الولد؟ ليه ضربت الولد؟ كل سؤال كل الامهات بدون بجوز نادر ما تلاقي واحد يجاوب غير هالجواب، بتقول لك انا مشان اربيه. يعني الضرب كانه الضرب والبهدله السب هذا وحتى الدعاوي جزء منها، الله يموتك الله ياخذك الله يعدمني اياك، تخيل هاي بهدف التربيه. دكتور بيقول لك جننونا جيل اليوم مجننين زي كاتب سندس، سندس لك جيل اليوم جننونا اهون، اللي بيقولوا جننونا اهون بس هم بيحاولوا يقنعوا، يعني هي اللي بتقول لك انه والله انا غلطت اللي بتقول لك جننني معه، بس اجمالا معظم السيدات بيحكوا لك لا انا مشان اربيه انا مشان مصلحته. هلا كل ام بدي تسال حالها سؤال بسيط، انت انتهيتي من هذا الفعل، يعني انت جيت ضربتي ابنك بهدلتي ابنك، هلا بعديها بشوي بشويتين
هل تشعري بارتياح ولا تشعري بندم؟ هلا معظم الامهات بيشعروا بالندم، بقول لك شو اللي عملته انا اللي ضربته، اللي بهدلته، اللي كسرته، اللي ليش عملت كذا. اذا انت بتشعر بالارتياح معناها عن جد مشان تربي او تمسح انت. الشغله الثانيه اذا انت ما بتشعر بارتياح معناها انت غلطان، وهذا اقرار نفسي منك انك غلطان، وهذا معظمنا. صدق احنا يعني الواحد حتى لما بيجي ببهدل ابنه او بتطاول عليه، يعني احنا مش يعني مثلا انا او انت اكيد مش من النوع القاسي اللي اجي ما بسبوش يعني. وحتى مثلا افرض انه يعني جل من لا يسكو يا اخي، افرض انه جيت سبيته انا لما باجي براجع بحال بقول شو اللي عملته، يعني شو ما عمل هو الولد، يعني لايش اسبه انا او لايش ابهدله. هلا بتفرق عن اجي انا مثلا اجي مثلا الضرب اللي هو في الاسلام انا بدي اضربه باصبعتين، انا هلا هون مثلا بدي اضربه باصبعتين وما ارفعش ايدي اكثر من زاويه قائمه وعلى الاماكن الممتلئه، يعني اضربه على كتفه اللي هي مستحيل تاذيه، مش هيك الضرب في الاسلام. هلا لو اضربه هيك انا هل يا ترى بعدها ضميري بيعذبني؟ لا، بس انا لو جيت ضربته بكف خماسي على وجهه علم، لا بده ضميري يعذبني. فبالتالي ما دام ضميرنا بيعذبنا اذا تصرفنا خاطئ. هلا اللي بنشوفه احنا نتيجه الضرب هذا او نتيجه السباب او نتيجه البهادل والتهديد الفاضي انه بس الولد بتمسح، يعني الولد عادي بيكون رايح يعمل الذنب اللي كان عامله من قبل وبقول لك ما هو راس مالها كف ولا راس مالها بهدل وخلصنا. تخيل لدرجه انه مثلا بتشوف كثير اولاد مثلا امه بتضربه وكلها قال بدي اروح اساوي الشغل الفلاني يضربيني سلف. تخيل انت مثلا بتوصل مع الاولاد هيك تمسح هذا ولا خلص بقول لك بتفرش معي، بطلت تفرق معاه. يعني طب هذا كيف بدي اسيطر عليه انا بكره يا عمي؟ هذا الاساليب الولد لازم لما انت تيجي تعصب في وجهه او بدك تسبه يشعر انه عامل إشي كبير، يعني بحيث انه يكون نهج تربوي عن جد. احنا ما بدنا نسبه، يعني مثلا لما انا بدي اعصب على ابني وبدي اجي وكذا وبدي اعاقبه لازم هو يكون عامل إشي كبير مش عامل إشي تافه، بحيث انه هو هذا إشي يلزمه. اما هو مبهدل بنسمعها من كثير الاولاد، ما احنا مبهدلين خلينا ناخذ راحتنا في التصرفات. فهي التصرفات يعني نتمنى على الامهات خصوصا وعلى الاباء عموما انهم يحاولوا يسيطروا عليها قدر الامكان. طيب شوف دكتور، احنا حكينا باشياء مهمه كثير واحنا متفقين على انه في اخطاء بمارسوها الاباء، لكن بتتفق معي انه دكتور انه انت حكيت لازم يكون في شراكه، لازم يكون مع بعض تربويين، لازم يكون فاهمين، لكن برضه كمان في اشكاليه عند الاهالي وانت تفضلت اشرت لها، اهميه انه الانسان يتعلم، اهميه انه يكون متابع مع ابنه، وخلينا نقول كلما ازداد معرفه وكلما تطور مهاراته كل ما كان افضل في علاقته مع اولاده. كثير من الاخوه والاخوات اللي كاتبين ملاحظات على الفيس وانا قاعد بقرا فيها وبرد عليهم او بقول لهم شكرا وكذا، بيحكوا نقطتين رئيسيات. النقطه الاولى انه الجيل اليوم صعب، الجيل اليوم صعب، والنقطه الثانيه واضح، يعني انا بستشف واضح انه اغلب الاميات والاباء يتمترس حول ما تربى عليه، وما بتشوف الاب ممكن يروح يتعب شوي ويتعلم له شوي صغيره من جانب انه يحسن تعامل مع أبوه، لأنه بالأغلب إنه هيك تربينا، ما تربينا ما إحنا بالعصا وتربينا، ما أبوي بكى يخلعني الشلوط والله أدبني، بتعرف الشعارات الرنانة اليومية اللي بيحكوها بعض الآباء والأمهات. خطورة إن نضلنا على نفس ما إحنا وأولادنا أكثر منا وأفضل منا بهاي النقطة دكتور. تمام، نحكي عن نقطتين. أول شيء نقطة إنه إحنا الإمام علي كرم الله وجهه بقول ربوا أولادكم لزمان وغير زمانكم، يعني أنا أبوي رباني بالشلوط ما بزبط ربي ابني بالشلوط، لأنه هم اللي بيحكوها الأهالي بقول لك ما هم الأولاد صعبين. تمام، هلا مزبوط إحنا بدنا نيجي نعترف معكم الأولاد صعبين. إحنا بالنسبة لأهلنا ليش شو كنا يعني ملائكة؟ يعني هلا في حدا مش مجنن أهله؟ يعني إحنا ما كناش مجننينهم، بس كل زمان يعني هلا إحنا مثلا هلا بدي أجي أشوف أنا الصبي مجنن شو بيعمل، كسر الفازة طلع على المجلة كذا كذا، أيامي أنا ما كانش في مجلة اللي أطلع عليها مثلا أكسرها، ما كان في فازة اللي أكسرها، صح؟ كنت أجنن أمي بصورة أو بأخرى، كنت أروح أقلع لها الزرعة مثلاً. هلأ في الآخر ما في إشي اسمه الجيل صعب والجيل مش صعب، هلأ كل جيل غير عن جيل بحكم إنه الحياة كلها بتتغير. هلأ أنا ما كان على أيامي لا فيسبوك ولا تليفون ولا كنت أمسك جوال ولا أتفرج على تلفزيون من أصله، هلأ هذول الجيل طبعاً غير. هلأ ليش؟ لأنه كل الأمور تغيرت، فهي حياة مختلفة. بس إحنا ما حتى بالاسم تخيل انت اللي بيجي مثلا، يعني لو بدي اجي انا اسمي ابني على اسم سيدي واسم سيدي غير مش مقبول، او على اسم ستي، بتعرف الاسماء القديمه عماله بنشوف بنات مدلل ستي اخوتها وحفصه واسماء حلوه يعني سعده ومسعده يعني وحفيظه وزعل دير بالك في زعل. لا لا ولا زعل ولا ايش، ما حنقول كل احترام هاي اسماء. لا اسمها زعل، في ناس اسمها زعل يا دكتور، في حدا اسمه، في واحد اسمها زعل والله، في واحد اسمها زعل مدلل.
أسماء غريبة. هلا تخيل على الاسم، انت بالاسم بس ظلمت ابنك، فما بالك انت اذا التصرفات اللي كان يتصرفها معك ابوك وممكن في وقتها كانت صح. ما بنقدر نحكم يا اخي، اقول لك على مستوى الامكانيات الماديه ماشي. هلا احنا بنحكي مع الاباء، هلا انت ابوك كان يجيب لك موبايل؟ موبايل لا والله. ابنك موبايل ولابتوب وكمبيوتر، مزبوط؟ طب ليه انت ما تربي، ليه ما تربي نفس ما انت ابوك رباك؟ لا بزبط، ما بزبط. طيب بدي اخاطب السيده، هلا بقول لك ما هو ما هوش ومش عارف شو، وامياتنا وستاتنا، عم ستك ولدت في الدار، ولدي في الدار، تقدري؟ ما بتقدري. ليه؟ وبكى يحطوا على الولد زيت زيتون وملح. طب انت ليش بتتغيري في اللي بدك اياه وبتتغيريش بتقولي ستي وامي؟ ليش بتقولي في اللي بدك اياه؟ ما هو بزبط يعني. هذا انت بتحكي الحكمه دكتور، هاي الحكمه والله. خلينا احنا اذا بدنا ناخذ تجربه ابائنا وامهاتنا احنا بنحترمها هلا بس لزمانها. والامام صح. علي لما حكى هالحكي زلمه مطلع، يعني زلمه خبير وحكيم، يعني صحيح. الامام علي معروف بحكمته. اللهم ارضى عن صح. اولادكم لزمان غير زمانكم. هلا في الاخر هو بيحكي عن بكره، ما بيحكي عن اليوم، لانه هو مش عارف اصلا كيف الجيل الجاي بده يجي، بس هو يعلم انه الجيل بده يتغير. وهلا اولادي انا راح رب اولادهم مش زي هلا، هلا اولادنا بكره راح يتمسخروا على نفس القصه راح تصير. فاحنا اذا كثير معجبتنا تجربه ابائنا وامهاتنا او اجدادنا بالاحرى، اللي هي ما هو هاي كان كل واحد باخذ عن اللي قبله صفات، احنا بدنا نرجع لا ممكن للجد العاشر التربيه، معناها اذا بدنا نضل على نفس النهج ناخذها كلها. عمي انت بكره يا سيدات، بكره الله يرضى عليك وكل واحد يتولد في الدار. داي دليفري بتروح بتولدها في الدار، بزبط؟ ما لا ولا بس احنا بنحاول نقرب الامثله للستات وللاباء وللامهات، يعني احنا جميل. يعني مش اساءه اكيد، احنا بس يعني بنحاول نقرب لهم الفكره انه بحيث انه لازم نتغير. انت مثل ما تغيرت في شغلات بدك تتغيري في شغلات ثانيه، فما بزبط احنا نضل مصممين على اللي احنا عليه يعني في الاخر. طيب هذا نقطة مهمة والدكتور الله يكرمك، يعني أنت حكيم، يعني إحنا بالنهاية كما يقال يعني بالمنطق بنفهم، يعني بالمنطق إحنا بنقول لكم الحجة بالحجة والدليل بالدليل. لكن كمان خلينا نحكي دكتور بعد إذنك على موضوع اللي بيصير كتير ما بين الآباء، الاختلاف ما بين الآباء في الاتفاق على تربية الأولاد. بمعنى الأب بده يربي بطريقة والأم بطريقة، وهذه نقطة بتعمل مشاكل كتير دكتور. أنا لسه ما بحكي الخلاف الزوجي، أنا بحكي الاختلاف في تربية الابن. مبدأ شد برخي، مبدأ أنا هيك بدي ابني وأنا هيك بدي ابني. قديش خطورة هذا الموضوع على تنشئة أولادنا اليوم لما بتصير بسمع الابن رأيين متناقضين وكل رأي بمنطقة مختلفة عن الأخرى، والاولاد زعران بيحاولوا يستغلوا هذا الفرق. هاي تصير، هاي تصير طبعا. هلا احنا من ناحيه الخلافات اصلا اللي بين الزوجين في الحياه اليوميه، هاي مش الاصل تطلع للولد، هاي مهم جدا. هلا ممكن مره ومرتين وثلاث، بس بدنا ننتبه انه هاي اثرها سلبي كثير، لانه الاولاد راح يشعروا انه في خلاف، والاولاد مش سهلين، فراح يستغلوا هذا الخلاف لمصلحتهم او يترك اثر نفسي سيء عندهم. يعني على الجهتين احنا مش ربحانين. فاحنا اذا مثلا الام والاب تكاتلوا قدام الاولاد يستغفروا ربهم، يضلوا متكاتلين ما خصناش، مش هون موضوعنا. بس انه حتى بعدها بتكون تظهر للاولاد انه ما فيش مشكله، ما بزبط انه تضلوا انتم مثلا يعني هيك كل واحد بداير وجهه ومتكاتلين وتضلوا تسمعوا بعض حكي اسبوع. غلطنا. هلا كل واحد ممكن بس يترجع حاله ساعه الغضب، ماشي خلصت ساعه الغضب، لا بدنا نورجي الاولاد انه ما فيش مشكله، بدنا نتعامل مع بعض بما في مصلحة الأولاد. يعني هاي ممكن تكون أحياناً صعبة، بتعرف كيف لما كل واحد يكون داير وجهه وإنه بدنا نتعامل مع بعض من وراء قلب، بس هو هذا من وراء قلب رح يصير من قدام قلب يعني في الآخر. صح. حتى بحل المشكلة اللي بينهم، إحنا أولها بنبلش بدنا يعني نحكي مع بعض صح مشان الأولاد، بس في الآخر ما بيعتبوا حالهم لهم يعني متصالحين بدون آسف، مزبوط؟ فإحنا هاي النقطة. صح. النقطة الثانية اللي هي المهمة جداً، إحنا هون هاي بوقع عادة الخلل فيها في الأب. يعني عادة الأم اللي بتيجي هي، ما هي الأم اللي بتوعد واللي بتساوي واللي كذا، ومين اللي بيجي بكسر إرادة؟ هالأب. فهون إحنا نصيحتنا للآباء، يعني أنا مفهم أولادي، يعني حتى كثير أمور أنا مثلاً بابا بدنا تجيب لنا الشغلة الفلانية، والله مش أنا المسؤول عن هاي الشغلة الفلانية، هاي الأكل تخصص الوالدة، هلأ بدها أمكم أجيب لكم أجيب لكم، هلأ لأنه مش معقول أنا ابني يوصيني على وجبة وأمه طابخة، مزبوط؟ هلأ مصير. هلأ أو وصينا على حلويات وأمه عاملة حلويات في الثلاجة نكبها يعني. فأنا إحنا بدنا نوحد الموجة، يعني كل واحد له صلاحيات، صلاحيات الكبرى للأم. هلأ أنا مثلا والله بابا بدي أروح على المشوار الفلاني، ما بتدخل في هذا الموضوع، أمك أدرى فيه، تطلب الإذن من أمك، أمك وافقت لك أنا ما عنديش مشكلة،
جميل. هل هو بيعرف هيك؟ أول إشي أنت شوف شو عملت، أنت أعطيت ثقة للأم وما خليت الولد يلعب بينك وبين الأم. جميل. هلأ حتى لو إحنا تجاوزنا حدودنا، يعني مثلا إنه مثلا أعطيته إذن ماشي، هلأ ما هو كثير بتصير معنا يعني أنا وإنت وكلنا، هلأ مثلا بابا بدي أروح على المشوار الفلاني، معلش بابا روح. هلأ تيجي بعديها الأم بتقنعك إنه اللي صار غلط، هلأ معلش بس بكرروش. صح. مشان إنه يعني مثلا أنت خليته يروح على المشوار الفلاني، طب أنت يعني بتدور لكش مثلا، أنت خليته مثلا طالع مع أصحابه يأكل في مطعم، طب تدري مع مين طالع؟ طب هذا صاحبه والله ما هو مليح، انا بيعجبنيش ومش عارف شو في عليه شكاوى والاميات بيحكوا كذا كذا، طب معلومه انا ما بعرفها. لا خلص، لو اني انا وحدت الموجه وتناقشنا في الموضوع، وهون النقطه الاهم اللي هي النقاش يعني بين الزوجين، يعني انه إن احنا تجربتنا مع اولادنا مثلا، انا والله خليت ابني يروح مع مشوار مع اصحابه منيح، سالته الام، انا ممكن هو الام تعرف معلومه انا ما اعرفها، تحكي لي والله هذا المشوار كان سيء، خلوش يكرره. أنا أولاد نازلين نروح على مطعم أو على مكان معين، اكتشفت على مكان له للكبار، وهو شاب صغير، لا ما بسمح له يكررها. فبالتالي إحنا هذه الثقة اللي بين الأبوين اللي بدهم يشعروا فيها الأولاد، هي اللي بتخليش الأولاد كمان يغلطوا. والله إنك رائع حبيبي أنت. طيب حكيم، اليوم في بعض، وبدنا شوي ندق في الأبايات بعد إذنك، برمي حمل التربية على الام وقول لها مش نعمل احنا، برمي الحمل على الام وقول لهم الام مدرستهم، يعني الام هي المدرسة وهي اللي تربي، وانا الاي تي ام، انا الصراف الالي، حلوا عني انت والدكتور اكرم مش فاضيلكم، خلي الام تحمل التربية. وطبعا للاسف انه هذا الكلام الموديل موجود، يعني موديل الاستسلام وهروب بعض الاباء من مسؤولياتهم موجود معنا، مشان ما نزوجش الأشياء. وهذا طبعاً بينعكس كثير على بيتنا، وبينعكس على أولادنا، وبينعكس على مرات تمرد الأولاد، خصوصاً في مرحلة بداية المراهقة الأولى دكتور، يعني هاي المرحلة النمائية، مرحلة التمرد وإثبات النفس والذات عند الإبن، في غياب الأب والأم يلا كوني في بوز المدفع. قديش خطير هذا الموضوع على أولادنا بصراحة، وشو كلمتنا للآباء هذا النوع. يعني تلاحظ أنه كثير من الأهالي الحمل كله على الأم مش معظمه، يعني حتى صحيح. الام اللي بتودع على المدرسه واللي بتجيب من المدرسه، والاب بيكون بامكانه، يعني مش انه يعني مثلا احنا الاب والله في شغله مثلا، الام بتشتغلش مثلا في شغل رسمي بس شغل البيت، هلا الام بتروح مثلا اوكي، بس انت بتلاحظ كثير مثلا حتى الام كل الحمل عليها، بما فيه بده يروح الولد مشوار، هي بدها توديه، بدها تجيب له كذا، بدها تجيب الاغراض من السوق، صف الاب بس اي تي ام. صحيح، وهي مشكله كبيره وخصوصا بتاثر على الاولاد. والله مشكله خطيره. يعني هلا بالله بحياه الله، هلا مثلا في عنا اب وفي عنا ام، احنا بنحكي عن علاقه تشاركيه، لازم هي يعني احيانا بتكون مقسمه حالها لحالها الامور، واحيانا احنا نقسمها. يعني هلا مثلا واحد، انا عندي ابني بده يبلغ، يعني منطق امه تيجي تشرح له عن البلوغ؟ بس دكتور في كثير اميات هم اللي بيشرحوا. طب هو صح هيك؟ يعني ما هو في الاخر احنا عندنا مثلا البنت سر امها، هلا البنت امها بتيجي بتشرح لها، حتى لو الاب لو ما بتعرف الاب بيعلمها، مثلا الناس في العلوم بتختلف يعني، او بدها تقرا. هلا الولد ابوه بشرح مثلا، احنا في كثير امور. هسا مثلا انا لما اجي احكي مع ابني عن الطيش وعن كذا وعن كذا، غير عن ما تحكي عنه امه. يعني انت في امور كثير هي مقسمه حالها لحالها، هلا في امور كثير احنا بنقسمها، وزي ما حكيت انه حتى اللي ما بتقدر عليه كثير بدك تشارك لو بالقليل. يعني انا مثلا مش قادر ادرس اولادي طول الوقت مثلا، بحكم اني مشغول، بحكم انه كذا، لا بدرسهم لو شوي. يعني حتى مثلا انا يعني بتعرف من ناحيه احنا بنحكي عن الطبيخ، عن الجلي، عن عن عن، يعني مثلا كثير الامور هاي يعني احنا على الام كلها مرميه. مزبوط. صح. يا عم انت لو تشعر لاولاد انك انت مهتم فيهم، انت تيجي تعمل اكل انت وياهم مثلا، تصيرش انه الام تمرض، ما هي بتكون مريضه وهي بتشتغل. لا يا عم روح ارتاح، نحن نشتغل، احنا بنشتغل. هلا شوف انت شو ربيت الولد وشو زرعت في الولد وشو ريحت الام. احنا بنحكي عن سيستم، تعرف حتى الاباء لو يستخدموه هذا، انه احنا ريح الام كل فتره ساعه او ساعتين بس مش اكثر. يعني انه كيف مثلا نيجي نحكي للام، احنا مثلا انا عندي اولاد مهما كان اعمارهم، اقول لك حتى لو بيبي صغير، يعني يا عمي انت روحي هذول الساعتين لك، انا بدي اخذ الاولاد واحل عنك، بدك تنامي، بدك تتفرجي. اقول احيانا الاب تتمنى تاخذ هاي الاجازه ساعه او ساعتين عشان تنظف الدار، تخيل، مش بدهاش ترتاح يعني، بس تعرف تنظف الدار هم مش موجودين. احنا يعني مثلا تخيل انت مثلا لما تيجي بتاخذ اولادك انت
مشوار، بتكون بتاخذه مع الالعاب، انت بدك تروحي مع صاحباتك، بدك تروحي عند اهلك، بدك تقعدي تحضري فيلم، بدك تنبسطي، اللي بدك اياه تستلقي، اللي بدك اياه عملي مثلا، تعطيها ساعتين. وما بحكيش كل يوم انا، لو كل ثلاث كل اسبوع يا سيدي. منيح؟ شوف هذا شو راح يترك اثر نفسي بينك وبين اولادك، انت راح تصير علاقتك باولادك اكبر، راح تصير انت اصلا تتحمل مسؤوليتهم اكثر، لا قدر الله وقعد في ظرف، يعني مثلا زوجتك تمرض، وارد انه بصير، انت بتكون فيهم اصلا مش بحاجه حدا. ممكن يصير اي ظرف، مثلا يصير زوجتك عند، يعني مثلا انت بتصير الظروف عند اهل زوجتك احيانا، ممكن تغيب عنك ايام، مزبوط؟ انت بتصير اصلا علاقتك مع اولادك مهيئة نفسيا، مش هامل هم انت كيف تعملهم بيضه. يعني انت هيك بتكون بنيت العلاقه الصح مع اولادك. كمان انت لما تتحمل مسؤوليه اولادك في وجود امهم غير عن في غياب امهم، لانه بتبطل مسؤوليه في وجود امهم. يعني بالاخر حتى بنطلع على مطعم، بنطلع على الالعاب، بتحس الام هي اللي انت مركن عليها ذاتيا هيك خلص، سبحان الله. بينما انت لما تكون انت اللي في الترباط بوتو، انت بتربط له اياه، اللي شلح بوتو انت بتلبسه اياه، انت بتهتم فيه، بتروح على الحمام انت بتوديه، وهلم جره. هاي المسؤوليات بتقربك من اولادك كثير، وراح تشعر انك اقرب لهم. واللي بجرب هاي التجربه اللي بحكيها راح يصير يزيد منها، لانه راح يشعر انه حتى اولاده انبسطوا. وانا شخصيا لما بعملها يا اخي، ما هي طب احنا نطلع مع بعض كثير يعني بالمجمل، بس صدق لما بطلع انا يا الله شو انبسطنا، يا الله شو كيفنا. هلا هو مش 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 حبا في امهم او بحبوش يرافقوا امهم، بس هم شعروا شعور غريب انه هذه المسؤوليه اللي تولاها ابوهم، انه كانه يعني صار سندهم بدل امهم وابوهم. فبتعرف هاي بتترك اثر ايجابي جيد عند الـ عند الـ هلا احنا بدنا نقيم علاقتنا مع اولادنا، هاي نقطه مهمه جدا. جميل. هلا انا كلنا ما شاء الله عنا احسن اباء في الدنيا، مش كل واحد بيجي بحكي لك انا احسن اب، انا احسن ام في الدنيا. مقطوعين الوصف احنا، يعني احنا مقطوع وصفه، كل واحد مقطوع وصفه، بكون اصلا بيعرفش اسماء اصحاب اولاده، بدناش نحكي شيء اكثر يعني، يعني بكون بدناش نحكي بخربش في اسماء اولاده، لما بدي نادع واحد بنادع على الكل. هلا بالاخر يا عمي انا بدي اقول لك شغله بسيطه. هلا مثلا انت كاب، اذا بدي تقيم مثلا علاقتك مع اولادك بشكل دراماتيكي وشكل بسيط، هلا افرض انت ابنك بده منك شيء، منك انت يعني مثلا انت تاخذه مشوار، انت تشتري له الشغله الفلانيه، انت كذا كذا، بيجي بطلبها منك ولا بطلبها من امه؟ اذا بطلبها من امه اعرف انك في كارثه، انه الولد يا اما مش طايقك يا اما خايف منك. هاي هي يعني، ما فيش لها خيارات، يعني يا مش طايقك يا خايف منك، شو في خيار ثاني؟ يعني ليش مثلا انا ابني بده فلوس، هلا انا اللي بدي اعطيه الفلوس، وهو بيعرف اني انا مصدر الفلوس حتى لو كانت الفلوس في البيت. هلا مش المفروض يجي يقول الي انا، وهو بيعرف انه الاوردر من عندي، يعني بيعرف انه مثلا امه مش راح تعطيه، امه بدها تقول لي اعطيه او بدها تقول لي بدي اعطيه، واحنا مثلا هذا النظام خلص هيك عندنا في البيت وهيك صح، يعني خلص وزارة مثلا انه صح الام تتحكم بكل شيء، بس الاولاد بدهم يفهموا انه هذا المال بايد ابوه. يعني انت ما بامكانك تيجي الطول والله تقول 50 شيكل وهيني نازل اشتري شاورما مع امه، حلو ما بزبط. لا انت بدك تطلع مع اصحابك، بدك تستاذن من ابوك، بدك تستاذن من امك اذا امك كانت هي القوامه في هيك امور، وانت بدك تطلب منه وتقول له قديش بدك، وهو يا بيعطيك يا ما بيعطيكش. ومش حلو. صح نعطيه كل مره، احنا الصح انه انا مره بقول له اوكي مره ما بعطيهوش، مشان يعرف الولد انه مش كل شيء متاح. فانت اذا كان فعليا علاقتك مع اولادك مش كثير صح، الولد ما راح يطلب منك، بس انت اذا الولد بتجرأ عليك وبطلب منك وبناقشك وهلما جرأ، اعرف انه علاقتك مع اولادك مش شرط تكون تيبيكال، بس فيها نوع من المنطق. انت روعه صراحه، شو احكي لك، الله يسعد هالمساء. هو احنا قاعد سيدنا عمر ابو دكتورنا ابو باسل، او كلما اشتريت لانه احنا مرات مش كل شيء بيشتري ابننا بنشتري له اياه بصراحه، وتاكيد كلامك انه بالنهايه احنا مش كل ما يشتهي الطفل نشتري له، وهذه نقطه كثير مهمه في حسن تعاملنا مع اولادنا، واللي تفضلت فيه مهم جدا في قضيه الادوار للام والاب، وكل واحد يكون يعني يعمل دوره بطريقه سليمه وسويه، لانه غياب دور اي احد من الاباء بصراحه بيفتح الميدان لقضيه ان يكون الطفل متمرد، يعني غير سوي، او حتى كمان ما باخذش الشخصيه القويه، سواء كانت من ابوه اذا كانت شخصيه قويه، او من امه اذا كانت شخصيه اداريه، لانه مرات الطفل باخذ يستقي سلوكياته من امه وابوه. دكتور قديش مهم، يعني بالمحور قبل الاخير، التربيه بالقدوه، لانه احنا بنعرف انه القدوه شيء مهم، بمعنى انه حلو انه توجيهاتنا ومتابعتنا واعطائنا، لكن كمان زي ما بتعرف تربويا ان ابنائنا يعني يفعلون ما يرونه لا ما يسمعونه. قديش مهم اني انتبه حالي انا كاب او كام
في سلوكياتي داخل البيت، سواء كان علاقتي مع الزوجة أو حتى علاقتي مع الأقارب والناس. بدي أذكر الأهل، أمهات وأباء، في فيديوهين مشهورات على السوشيال ميديا. أول فيديو إنه ولد مثلا في الجامع، مثلا شاب بروح بجيب الحذاء لأبوه اللي هو أبوه الختيار، فجأة ابنه الصغير اللي هو بعمره سنتين ثلاث بيجي بجيب الحذاء لأبوه اللي هو الشاب. يعني شوف أنت كيف التربية بالقدوة مباشرة، هذاك جاب لأبوه، هذا جاب لأبوه. الشغلة الثانية إنه قصة واحد حاط أبوه في غرفة في زي ملحق في البيت، في طرف البيت، فابنه بيجي برسم في رسمة في بيت إله في المستقبل، فبيجي بيشرح لأبوه بقول له إنه هون هون، بقول له شو هاي الغرفة اللي عجلين، بقول له هاي إلك لما تكبر، فبتدمع عين الأب وبروح بجيب أبوه. هذول الفيديوهين مشهورات على بالمناسبة على الفيسبوك، أكيد الكل حضروا. فشوف أنت هيك القدوة، إحنا بنحكي عن القدوة الإيجابية والقدوة السلبية في هالفيديوهين، مزبوط؟ شوف أنت كداش الطفل ممكن إنه يتعلم منك بدون ما تحكي ولا كلمة. أما أنا بقول له خليك مؤدب يا حمار، بالله الصلاة على النبي عنك ما شاء الله، شو اللي خليك مؤدب يا حمار؟ وين الحمار؟ هلا مثلا بتيجي بتشكي، بقول الأب شو نوعه؟ اسمع، بتيجي، لا بتيجي كثير، مثلا بتيجي بتشكي مثلا أنت لأم أو لأب، بتقول له والله ابنك قاعد بيحكي، والله عاد أنا مش هيك ربيته هالحمار. إيه شو ربيتي فيه؟ ما هي مبينة من من كلمتك مبينة شو ربيتي فيه. فبالآخر الأولاد، الأولاد هلا أنت ما تعلم ابنك، امشي وهو بمشي وراك. كيف البنت اللي بتقول لأمها، بتقول لها راكب خطواتك، بتقول لها ماما أنت اللي راكب خطواتك لأن أنا ماشي على خطواتك، خايفة إنه توقع على الطريق. هلا في الآخر الأم والأب هم يراكبوا خطواتهم، الحكي ما راح يجيب فائدة. بدي أضرب مثل اجتماعي بسيط، هلا كل النسوان راح يزعلوا منا. اسمع، هلا احنا كثير من الامايات، كثير من الامايات هلا اللي هم السيدات الصبايا، هلا بتتزوج بتدخل على اسره جديده، هلا بدها زوجها يكون لاهلها وما يكونش لاهله، بدها زوجها تكون علاقته، وهذا بالمناسبه كثير يعني شائع في مجتمعنا كثير، بدها زوجها يكون علاقته مع خواته ومع اخوته مش كثير، علاقته مع امه مش كثير. بالمقابل نفس الام بدها أولادها تكون علاقتهم مع خواتهم بالجنة، ولكن أنا يكون ذلك. هلأ ابنك شايفك أنت بتحرضي جوزك على أخته، بتحرضي جوزك على أمه، مش معجبك أنه يحسن لأمه لأخته لأخوه. ليش أنا بكرة ده ابن الصغير هذا الولد، ليش بده يحسن لأخته، ليش بده يحسن لأخوته أو لأولاد إخوانه في المستقبل؟ هلأ الأمور هيك بتنقاس. يعني بالآخر إحنا، أنت بدك علاقة أولادك مع بعض تكون جيدة، بدك زوجك تكون علاقته مع أخوته جيدة، يا الله، بدك ابنك يبر فيك، بدك نفس الإشي جوزك يبر في ابنك. أما ما بزبط أنت بالله بدك أنت ابن جوزك يبعد عن أمه وابنك بكرة إليه، لن يكون. يعني وإن كان فهو هذا اللي شاذ، لأنه الأولاد في الآخر عمالهم بتعلموا، وإحنا بنشوف جيل ورا جيل عماله هذول الأخوة علاقتهم، العمام علاقتهم مع بعض سيئة، وبالتالي الأخوة علاقتهم مع بعض سيئة، الأخوة في كل المراحل في كل العمام. ليش؟ لأنه هم هيك شافوا. هلأ أنا شايف أبوي عماله متكاتل هو أخوته، أنا والله ليش ديش أتكاتل أنا وأخوتي على شكل؟ وبالمقابل شوف إحنا كثير من السيدات مثلا بلوموا على الإخوة، مثلا تيجي على قصة ورثة، صح؟ في إخوة مناح بسخروا لبعض ومش بالناقص بالزايد، يا اخوي مش مشكله واللي بدك اياه ومتفاهمين ولا بصير مشكله. هلا بكره اولادك راح يصيروا نفس الشيء يا اختي، ما تخافي، يعني ما تحزني انت انه هيك وسكتي، حتى لو كنت انت مثلا مظلومه في هاي الورثه، وهي مشاكل كثير يعني في مجتمعنا بتصير عليها مشاكل. هلا بالاخر بكره اولادك راح يسخروا لبعض، ولما تصير مشكله بينهم راح تصير ترجيهم انت انه انت حط لاخوك بهمش، يعني شو خسران انت، ما هو اخوك بضله في الاخر. احنا اكم ام، احنا مثلا بتيجي الامايات لما تشوف مثلا اولادها، بتشوف مثلا واحد منهم وضعه منيح واحد مش منيح، بتصير تاخذ من جيبتها وتعطي لها، يعني حتى هذا اذا اجى اعطاها هديه بتيجي بتعطيها للثاني لانه محتاج قلب الام. هلا مرت اللقطه بتزعل، يعني ولع اكبر، انا تعب اولادي اجت اعطته لفلان، يعني هسه هو ممكن واحد معه تعب جوزي، طلبت. احنا بنحكي عن امثله واقعيه بتصير عندنا كثير، طبعا الواقع يا آنسة بكرة راح تصيري زيها بالضبط، يعني قطعا. يعني أنت عندك أولاد، عندك ولد ما شاء الله وضعه منيح وولد وضعه تعبان، بدك تحاولي تأخذي منها وتقتلها، وهذا حال الدنيا. فما تزعلي، إحنا بنيجي لما الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه قال ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم، هو لأنه الزلم شايب بكرة،
فمشان هيك احنا لنتصرف صح بدنا نشوف بكره. هلا انا اليوم بدي اجي افتح مشروع، بدي افتح دكانه، وانا شايف انه البلد قاعده ماشيه على الهلاك، وضع اقتصادي زي زفت، بفتحها بفتحهاش. فانا ضروري جدا ضروري جدا انه اشوف بكره مشان اعرف كيف بدي اتصرف. فان شاء الله انه هاي الامثله البسيطه حتى انه تعدل شويه مزاج السيدات. مش كل شيء ينحسب ورقه وقلم، مش كل شيء بالورقه والقلم، احيانا الخساره هي ربح. يعني خصوصا حتى في المشاكل، ما هم احنا هم على شو متكاتلين؟ يعني هسه مثلا لما تيجي تحكي سلفات، يعني احنا معروف انه السلفات علاقات معظم الوقت غير جيده. هلا بس كل واحد بتصير تقول لك الا انا الا انت اللي تسمعنا بالذات، بس هم معروف يعني احنا في مجتمعنا العربي او الفلسطيني بالذات معظم السلفات مش صح علاقاتهم، وكل واحد مع بعض وكذا. عشو على ابنها حكى معها كذا، على جوزها جاب لها شغله انا جوزي ما جاب ليش، على امه قالت له كذا، ولا كله على شغلات بسيطه جدا لسه مش على شغلات قيمه. بس تاكدي انه بكره كمان علاقاتي واولادك رح تكون هيك. فاحنا مشان هيك اللي بنظر لقدام شوي هو اكيد رح يعدل من علاقاتي. لان انا لما بدرس هلا انا توجيهي، انا بدرس اليوم مشان الامتحان بعد سنه. هلا انت امتحانك بعد 20 سنه مش بعد سنه، لانه انت بعد 20 سنه رح تبلش تخطفي ثمار اولادك، او بعد 25 او 30 سنه ثمار اولادك. واللي ربيتي انت هذا، انت عمالك بتربي في حدا رح يربيكي بكره. يعني انت هذا اللي بتربي فيه الولد، انت هذا هو انت ربيتيه على الحقد، بكره ممكن حقده يرتد عليك بشكل او باخر. لانه انت اليوم متحكمه فيه وبتلعب في راسه، بكره رح تيجي اللي تلعب في راسه، فبالتالي ممكن يسيئ لك هو بكره. فانت تخيل انت كانك بتربي في واحد بكره هو اللي بده يكون فيك. مش احنا في الاخر بنربي اولادنا ان هم يقوموا فينا في المستقبل؟ صحيح. طب انا لما اربي ابن بار زي ما اربي ابن عاق، وكيف عاق؟ مش انه كله بر فيه، لا، انا ببر في امي وببر في ابوي وببر في حماي وببر في حماتي وببر في كل اقاربي. ابني راح يشوف راح يبر فيه. فيا ريت الاهل بس انه يحاولوا يفكروا بالموضوع من هاي الناحيه. روعه روعه. انا بدي اقرا البوستات بعد اذنك واختم بسؤال. اول شيء كلمه انشراح، اخت انشراح من القدس بتقول لك وبتحكي لنا يعني، او بتحكي لكل المتابعين، كما تعاملي دار حماكي راح الله يبعث لك كنه لدار ابوك، وراح بكره تصير حماي والدنيا دواره. صح مظبوط. وكمان هلا هو احنا الستات كلهم حماواتهم مش مناح وامياتهم مناح مع كناينهم، تلاحظ هاي الظاهره. واحده بتقول لك لا انا ام الحماتي مش نافعه، مع حماتها مع سلفاتها ومعها مش مزبوطه، بس امها مع كناينها الف. طب هم عدم المؤاخذه الاميات مش هم نفسهم بتلف؟ كيف يعني هون منيحه وهم هم نفسهم؟ يا الله. طيب خلينا نكمل بعد اذنك. سندس بتقول يعني اكيد الوالدين بيسلم القيادة ولازم يكون لهم دور، ما فيش اختلاف بينهم. الشيخ تقرب خير ما بقول ما نحتاج اليوم القدوة الصالحة من الأباء والأمهات حتى نربيهم تربية عملية. كمان هشام بقول سعد مساكم انت والدكتور منورين. غدير بتقول لازم يحضنوهم وبعد ما يضربوهم بعيطوا بحبوهم للأولاد، بنقول مش بضربوهم صير عيط عليه كمان. بشير قمحية بقول سعد أوقاتكم دكتور، ما شاء الله كل كلامك صحيح. أكيد بقولوا دائما أريج بقول خففوا دائما إنه إحنا اللي يهمنا دائما يكون تربية أفضل. أيمن عم يضربوا بقول ركزوا على الأولاد. طبعا أنا هم كتار مش حلح عليهم، أنا بشكرهم جدا جدا لكل حدا بيتابعوا دائما. بأكد يا أخواننا حلو إنكم تعملوا مشاركة للحلقة توصل أكبر عدد ممكن. هدفنا الرئيسي يا أخواننا إحنا دائما كأنه زاحم الآخرين بما ينفع إن شاء الله وبما يرضي الله عز وجل. أنا جدا بشكر كل حدا معنا. لكن أنا سؤالي الأخير دكتور، خلينا أنا دائما هاي بعملها قاعدة، أنا دائما بقول خلينا نلخص لكل حدا بيتابعنا، إحنا لنا ساعة تقريبا مع بعض على الهواء، نلخص القواعد الذهبية اللي لازم أهلي يتبقونها. يعني كل الحكينا مهم الله يجزيك الخير ويرضى عليك، لكن نلخصهم إيش هي القواعد الذهبية لازم يحطوها في بالهم حتى يحسنوا تربية أبنائهم، ونعملها زي قواعد ذهبية يعني اللي بدوش يحضر الساعة يحضر آخر الخمس دقائق يستفيد منهم إن شاء الله. تمام. يعني أول شغلة إحنا بدنا نحكيها، القاعدة الأهم في التربية اللي هي إعطاء الوقت للطفل. يعني بنرجع وبنحكي أفضل ما تهديه لطفلك هو الوقت، ليس المال وليس الأمور المادية. فإذا أعطيته الوقت رح تفهم كل شيء. النقطة الثانية المركزية كمان اللي هي التفاهم بين الأب والأم. يعني إحنا لما نيجي إنه تكون الأدوار موزعة بين الأب والأم بطريقة صح، أكيد ما رح يصير خلل، وإن صار خلل رح نتداركه بسرعة ورح نفهمه بسرعة، وهذا لمصلحة الأولاد. هلأ بناء الثقة مع الأولاد هاي شغلة مهمة جدا.
احنا بنلاحظ كثير من المشاكل الاولاد لانه ما عنده ثقه في امه وابوه. يعني كثير من المشاكل خصوصا عند البنات بالمناسبه، يعني البنت ممكن تتعرض لتحرش جنسي لا قدر الله وما تستدريش تقول لامها او لابوها. ليش؟ لانه عارفه رده فعلهم راح تكون ضدها مش معها. يعني انه هلا تحرشت مثلا في المدرسه بصير بدنا نطلعها من المدرسه، تحرشت في تعرضت لتحرش في الجامعه نطلعها من الجامعه. فبناء الثقه احنا مع اولادنا انه هاي مهمه جدا. وكيف بدنا نبني هاي الثقه؟ يا اخي بدنا نسمعهم ونناقشهم، نسمعهم بدون عصبيه. انا لما بيسالني ابني وبجاوبه بصير يوثق فيه، بصير يسالني اكثر. انا بدي اساله عن مشاكله واشعره اني مهتم في مشاكله. وهون بنيجي للنقطه الاخيره، النقطه الاهم كمان، انه احنا متابعه الاولاد. يعني ابني بده يعرف انه متابعه، يعني متابعه على السوشيال ميديا، متابعه على كذا. انا مثلا بيجي ابني بكل بساطه، انت معلق لفلان تعليق الفلاني، هذا الزلمه كبير، انت شو مين انت لمعلق له؟ يعني من وين يا ليل؟ يعني مثلا تعليق مش مبرر. هلا تعرف امور بسيطه جدا، يعني هو مش نقول مذنب كبير، بس هو لما يشعر انه متابع هو فعليا اكيد راح تصير عنده رده فعل انه ما يغلط. يعني احنا هاي زي ما تركب لك كاميرا في مكان عام، يعني بمنع السرقه، بس هو مش الكاميرا اللي منعتها، رهبه الكاميرا اللي منعتها، لانه ممكن اي حدا يكسر هالكاميرا، بس رهبتها بصير خوف عنده. فبالتالي هاي النقاط الرئيسيه اضافه للتربيه بالقدوه، احنا بدنا نعلم اولادنا صح، نربي اولادنا صح، نتصرف صح. بالتالي هاي النقاط الذهبيه الرئيسيه اللي بدنا الاهالي يركزوا عليها. انا بدي احييك اول شيء دكتور اكرم، اقول لك يعني جدا شكرا لك. انا شاكر اني اخذت من وقتك، من وقت البيت، يعني الله يجزيك خير. والله سعيدين، والله انبسطنا في هاللقاء. حلو انت حبيبي. الله يجزيك خير. المعلومات كمان ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك ويرضى عليك. وانا شاكر لك دائما، انت شريك واخ وحبيب وصديق بصراحه. ربي يحفظك ويبارك لك وفي اولادك وبيتك ويصرف عنك وعننا سوء جميعا. ورمضان كريم يا دكتور اكرم. شكرا كثير. احنا كان عندنا مشروع بس تاجل مع هالاحداث، اللي هو بدنا نعمل برنامج مشترك ان شاء الله على الفضائيه. ان شاء الله بلكت قريبا انه بس تحل هالامور نعمله، يعني ان شاء الله المستشار على الفضائيه ان شاء الله. يا رب انا جاهز، انت بتعرف احلى شريك والله يا حكيم، خلي لي ان شاء الله. يا رب بوركت. شكرا لك دكتورنا. شكرا الله يكرمك فيك، تطلع من الجميع يا رب. خلي لي اياك. وانت يا جماعة الخير شاكر لكم جميعا متابعتكم ومشاركتكم، شاكر لكلكم على اللايكات والشيرات اللي بتعملوها. ودائما يا جماعة الخير هدفنا الرئيسي أن نعمم الخير للجميع، وهدفنا الرئيسي يا إخواننا أنه نزاحم. بتمنى أنه توصل رسالتنا للكل كما تفضل الدكتور أكرم، هي موجود مجموعة القواعد الذهبية اللي تفضل فيها، هدفها الرئيس أن تصلكم بحب وبود، لأنه كلما استثمرنا في أبنائنا إحنا نكون عمرنا البلد. نعمر البلد باستثمار في الأولاد مش في العمار. ما يعني انا مش مع انه نزاحم الناس في الناطحات، خلينا نزاحم الناس في كوادرنا البشريه اللي هم اولادنا. تصبحوا على خير، ربي يحماكم، وقريبا قريبا ان شاء الله راح نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله وضيف جديد جميل. السلام عليكم. يفرح من هموم يسكبوا حيل شجاعه.